السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا رب تكون حضرتك بأفضل خير إن شاء الله. الحمد لله بخير. الحمد لله. حضرتك، أنا والدتي متوفية وكانت هي حجت واعتمرت وأنا حجيت واعتمرت، وحضرتك أنا معايا فيزا سنة داخل السعودية، بقدر أخش أعمل عمرة، بيكلفنيش حاجة غير تذكرة الطيران وحاجة بسيطة يعني. فحضرتك هل الأفضل إن إحنا حضرتك أنا لما أعمل عمرة أعمل لها ولا أعمل لنفسي ولا أمك اعتمرت اعتمرت وحجت؟ وحجت، وبعد ذلك أنت تريد أن تسألني هل تعتمر لنفسك أو لأمك؟ اعتمر لنفسك. تمام، وأنا اعتمرت وحجيت حضرتك. اعتمر لنفسك أيضا. تمام، يعني حضرتك لو أنا أقدر